قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنودا إسرائيليين داخل مبنى في بيت حانون بقطاع غزة بأربع قذائف مضادة للأفراد والتحصينات، كما أعلنت قصف تل أبيب وقاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية بعد قصفها عسقلان وزديروت وبئر السبع. من جهتها قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة. وعقب تجدد القتال حملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية انهيار الهدنة القصيرة. المتحدث باسم الحركة قال في بيان إن إسرائيل رفضت التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين. لفتت أيضا ولفتت حماس إلى أنه وخلال المفاوضات عرضت الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، عرضت أيضا تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، إضافة إلى تسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة. في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الهدنة في قطاع غزة انتهت لأن حركة حماس تراجعت عن التزاماتها.